أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف لام راي 这些是天经明白的古兰经的结文ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 不信道者或许要希望他们原是归顺的هم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 你听任他们吃喝玩乐吧你听任他们受希望的诱惑吧因为他们不久就会知道的وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 我不毁灭一个城市则已但毁灭它都有一个可知的定期ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 任何民族都不能先期定期而灭亡也不能后期定期而沦丧 قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون他们说受降是教诲的人啊你却是一个疯子。لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين 你怎不招示我们一些天神呢如果你是说实话的。ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين 我只凭真理而降天神到那时他们是不能缓行的إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 我却降世教诲我却是教诲的保护者 وقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 在你之前我却派遣了许多使者去教化古代的各宗派。ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون 没有一个使者来临他们则已但有使者来临他们都加以嘲笑。كذلك نسلكه في قلوب المجرمين 我这样使爱好嘲笑深入罪人们的心 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين 他们不信我的教诲其实古人的传道已逝去了لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون 假若我为他们开辟一条天门而他们从那条天门继续登天 قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 他们必定说我们的眼睛受蒙蔽了不然我们是中了魔术的民众
لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين 我却在天上创造了十二宫，我为观察者而修饰天空。وحفظناها من كل شيطان الرجيم 我保护着天，不许任何受诅咒的恶魔得以侵入。إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 但倾听的恶魔将有明显的流星赶上他。والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 我展开了大地并把许多山岳安置在大地上并且使各种均衡的东西生出来وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين 我在大地上为你们和你们所不能供养者而创造了许多生活资料إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم 每一种事物我这里都有其仓库我只依定数而降下它أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين 我派遣滋润的风我就从云中降下雨水以供给你们饮料你们绝不是雨水的主残者我却是能使万物生能使万物死的我却是万物的继承者وَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ 我却已知道你们中先进的我却已知道你们中后进的 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ你们的主必定记合他们他却是智睿的却是全知的 وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ 我却用黑色的成型的粘土创造了人الجان خلقناه من قبل من نار السموم 以前我曾用烈火创造了精灵 وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون 当时你的主曾对天神们说我必定要用黑色的粘土塑造人像而创造人
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 我把它塑成，然后把我的精神吹入他的塑像的时候，你们应当对他匍匐叩头。فسجد الملائكة كلهم أجمعون 随后天神们一同叩头 إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 唯有伊布利斯不肯قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين 主说伊布利斯啊你怎么不叩头呢 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون他说你用黑色粘土创造人下而创造人我不该向他叩头主说你从这里下去吧因为你却是被放逐的你必遭诅咒直到报应日他说我的主啊求你对我缓刑直到人类复活之日قال فإنك من المنظرين 主说你却是被缓刑 إلى يوم الوقت المعلوم 到可知的日期قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 他说我的主啊你已判定我为迷误的所以我势必在你的大地上以罪恶诱惑他们我必定要使他们一同迷误إلا عبادك منهم المخلصين 除非他们中你所选拔的仆人 قال هذا صراط علي مستقيم 主说这是我应当维持的正路إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 我的仆人你对他们绝无权利除非那些顺从你的迷雾者وإن جهنم لموعدهم أجمعين火狱必定是他们全体约定的地方。لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 火狱有七道门，每道门将收容他们中被判定的一部分人。المتقين في جنات وعيون 敬畏者们必定在一些乐园和泉源之间 ادخلوها بسلام آمنين
你们平平安安地进入乐园吧。ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 我清除他们心中的怨恨，他们将成为弟兄，在高塔上相对而坐。لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 他们在那里不觉疲乏，他们绝不被驱除。نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم你告诉我的仆人们，我却是至赦的、至慈的。我的刑罚却是痛苦的。ودئهم عن ضيف إبراهيم你应当对他们叙述以布拉辛的客人们的故事。当时他们进去见他说祝你平安，他说我们却是畏惧你们的。قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 他们说你不要畏惧，我们的确以一个聪明的男孩向你报喜。قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون他说我已老迈，你们还向我报喜吗？你们以什么向我报喜呢？قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 他们说我们凭真理向你报喜，所以你不要绝望。قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 他说除迷雾者外谁会绝望于真主的恩惠呢？ قال فما خطبكم أيها المرسلون他说使者们啊，你们有什么差事呢？قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 他们说我们被派遣惩治一群犯罪的民众。إلا آل لوط إنلمنجوهم أجمعين 卢特的家族除外，我们却要把他们全部救出来。إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين 但他的妻子除外，我们已预定他和其余的人同受刑罚。فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ 当使者们来到卢特家里的时候，قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ他说你们却是一些陌生的人。
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 他们说不然我们把他们一向争论的刑法带来给你了 وأتيناك بالحق وإنا لصادقون 我们把真理带来给你了我们是诚实的。فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون 你应当带着你的家族在深夜出行你要跟在他们的后面你们中的任何人也不要回头看你们应当往前走一直走到你们奉命到达的地方وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 我启示他这个判决就是这等人在早晨将被根除。城里的居民欣然而来。قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون他说这些是我的客人你们不要凌辱我你们应当敬畏真主你们不要羞辱我他们说难道我们没有禁止你与世人往来吗？他们说，这些是我的女儿，如果你们要干什么？لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 指你的寿命发誓他们必将彷徨于自己的癫狂之中 فأخذتهم الصيحة مشرقين 呐喊声在日出时袭击了他们جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 我使那个市镇天翻地覆并使陶石像雨点般降落在他们身上إن في ذلك لآيات للمتوسمين 对于能思考者此中却有许多迹象 وإنها لبسبيل مقيم 那个市镇却是在一条仍然存在的道路上的إن في ذلك لآية للمؤمنين 对于信道者此中却有一种迹象 وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 那丛林的居民却是不义的انتقمنا منهم وإنهما لبإمام
故我惩治了他们。这两个地方都在平坦的路上。ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. 石谷的居民却已否认使者们。وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. 我却已把我的许多迹象昭示他们，但他们背离了他。وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. 他们安全地凿山为屋。أخذتهم الصيحة مصبحين. 但呐喊声在早晨袭击了他们。ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. 他们所谋求的对于他们无济于事。ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. 我只凭真理而创造天地万物，复活时是必定来临的，所以你应当温和地原谅众人。إن ربك هو الخلاق العليم.你的主却是创造万物的主，却是全知的。لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. 我却已赏赐你常常反复诵读的七节经文和伟大的古兰经。لتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. 你不要慨愧我所使他们中各等人所享受的事物，你不要为他们而悲哀，你应当温和地对待信使们。你说我却是一个坦率的警告者。那正如我所降世分配者的东西一样。الذين جعلوا القرآن عظيم. 他们把古兰经分割成若干肢体。ربك لنسألنهم أجمعين. 指你的主发誓，我必将他们全体加以审问。عما كانوا يعملون. 审问他们生前的行为。اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. 你应当公开宣布你所奉的命令，并且避开以物配主者。إنا كفيناك المستهزئين. 在对付嘲笑者方面，我必使你满足。الذين يجعلون مع الله إلها آخر
فسوف يعلمون 嘲笑者除真主外还崇拜别的神灵，不久他们就知道了。وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ 我却已知道你为他们的蓝言而烦闷。سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ 你应当赞颂你的主超绝万物，你应当与众人一起叩头。你应当崇拜你的主，直到那无疑的消息来临。